أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير بكل خير. اليوم حلقتنا من الكاظمية، حلقة بلا عنوان من جراج الكاظمية، جراج بلد. هذا الجراج اللي يتوجه إلى يعني بعض المحافظات والأقضية شمال بغداد، اللي هي يعني بلد والدجيل وسامراء. لذلك هذا يعني الجراج يعتبر من أقدم الجراجات في بغداد، يتوجه من عند المسافر إلى المناطق شمال بغداد. يعني قبل ما ندخل إلى الجراج شفنا بائع للجرائد، فاليوم هذه المهنة يمكن قلت. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. احكي لنا الجرائد شنو وضعها، بعدها عايشة؟ والله هي حقيقة هي مو جرائد القبل، ما تقاس من صحف القبل يعني. نعم. ورغبة المواطن للقراءة والمتابعة. نعم. الحقيقة هي اختلاف كبير جدا يعني. الآن يعني الشباب اليوم صار الاطلاع على الأخبار يمكن عن طريق القنوات، الانترنت أخذ دور فعال بفارق الزمن وفارق المطبوع أصلا يعني. نعم. يعني قبل إحنا نبيع آلاف الصحف، آلاف يعني. صحيح. حسن نبيع عشرات يعني على قدر أصابع تقريبا. يعني أسماء الصحف يعني خلينا نقول عندك 10 أنواع صحف. إي 10 زين تقريبا. إيه. إش قد أعدادها اللي تبيع يوميا يعني مثلا؟ بالنسبة مثلا ناخذ قياس مثلا الصباح 10 نسخ يمكن يبيع من 8 تبقى 2، المشرق مثلا 20 يبقى مثلا 16 وحدة 14 وحدة. يعني مو قياس يعني، الناس ما القابلية تشتري يعني. والأمية المتفتشية طبعا عند الشباب أمية كلش واسعة يعني. يعني يجي شاب أنيق وحلو جميل يقول لك أريد الجريد الصباح، أقول له هاي الصباح، يقول لي وينها، أقول له هاي الصباح. إذن يعني كو واحد داز يجي يشتري الجريد بس ما يعرف اسمها يعني وما شايفها، هي هاي المشكلة يعني. والمطبوع قلت لك انتهى، المطبوع الورقي انتهى عندنا بالعراق، لأنه هالإنترنت أخذ حيز كبير بالتطور. يعني هو تطور عالمي مو بس بالنسبة للعراقيين أو العراق بلدنا كامل، هاي المشكلة يعني. يعني الإقبال اختلف عندك يعني، مو مثل زمان يعني. هذا قياس الكيان يمكن نقول لك بين السماء والأرض يعني، قياس ترى كبير يعني. أنت يمكن من قبل يعني هاي مصلحته؟ أنا بالنسبة لي من 78 أشتغل بالجريدة. اي وانا هنا 30 سنه بالضبط، اليوم 30 سنه يعني. يعني هذا اليوم الصادف هو 30 سنه. نعم. يعني هاي صدفه طبعا ويا اللقاء وياكم يعني. أيه. يعني مثبت هذا التاريخ عندك. أيه. اليوم ضربت بوش يعني وايام معدودات طلعت الجريده، قمت اجيب جرائد وابيع للمواطنين. أيه. يعني شكرا لك ونتمنى لك الموفقيه بشغلك. يعني اذا ناوي تغير شغلك شو تغير، شو تسوي؟ والله هي تمني شكل اخر بعد. نعم. هي مكتبه وشغلات استقرار وامن. نعم. يعني هي الامور هاي اللي يحبها يعني. نعم. وخاصه يعني اطمح انه يكون اكو عندي مكتبه يعني. نعم. حتى اولادي واحفادي يعرفون انه ابو جدهم ورث هذا الشيء يعني. نعم. لا هي محبتي للصحف يعني من زمان، مو يعني هسه. نعم. يعني عمر 16 سنه واكثر اني نفس الشيء. شكرا لك. إذا راح ندخل إلى هذا الجراج حتى نتحدث ويا المواطن ويا السائق وكذلك مع إدارة الجراج حتى نعرف المتغيرات اللي حدثت خلال الفترة، خصوصا وأنه إحنا خلال حلقاتنا السابقة أكدنا أنه الجراجات فيها إشكال، وهي موضوع أنه أكو تجاوز على السواق في الداخل وذلك بوجود سواق في خارج الجراجات، دائما يأخذون الركاب إلى خارج يعني إلى المحافظات. لذلك يعني كان توجيه من مدير المرور العام ومن خلال إحدى حلقاتنا أن يتم السيطرة على هذا الموضوع من خلال يعني القوات الأمنية والمرور، وكذلك يعني أيضا هاي دعوة إلى قيادة عمليات بغداد والمرور إلى مساعدة ودعم يعني دعم الجراجات وإدارة النقل الخاص، وذلك لتكون يعني الأمور أكثر تنظيما. راح نستمر ندخل إلى داخل هذا الجراج نتحدث مع السواق اللي هم قلنا محافظات اللي طلعوها شمال بغداد أكثرها بلد، وهو اسمه جراج بلد يعني معروف أهل بغداد أهل الكاظمية العراقيين أغلبهم يعرفون هذا الجراج، من خلاله يتحركون إلى المحافظات. السلام عليكم حجي، شلونك؟ حبيبي الغالي، أهلا وسهلا. الحمد لله نعمة. ها شو تشتغل؟ سايق تاكسي. وين تطلع لي؟ البلد. نعم. زين شلون شغلكم هالأيام؟ والله شغلنا واقف. ليش؟ ماكو حركة. عمل ماكو. شغل ماكو. فلوس العالم بطالة ما عدا. ما تشتغل الحركة شلون تصير غير من الشغل والعمل. عمل ماكو.
واحنا واقفين على باب الله بدنا ننتظر. نعم شكرا لك. شوف باقي السواق اذا عندكم اي ملاحظات. اكو احد من السواق عنده اي ملاحظه؟ وين رايح؟ انتوا سواق هنا ها؟ سواق الدجيل احنا. الدجيل. ايه. شلون شغلكم؟ والله شغلنا ما يفيد. ما يفيد. عندكم مشاكل شو؟ لا ما اي عندنا مشاكل ويا السواق ذول اهل الرواتب. اها. اي والله ويانا هواية عندهم رواتب يشتغلون ويانا. زين. انا راتبه مليون ونص يشتغلون احنا اجرتنا كلها 15000 و20000. انا بالراتب. عنده تاكسي مثلا ويشتغل. اي عنده صف يشتغل ويانا. عنده تاكسي ويشتغل ويانا على الخط. يابا هاتشو سووه طلعوه ما حد ماكو هذا العمل. هو الكتاب مالته موجود لو موجود بس يحركونه. منين يعني هواي اهل الرواتب منين يعني منين يتم اتخاذ الاجراء يعني؟ اي من وزاره النقل غير. اي انه تمنع دخولهم يعني. اي تمنع دخولهم وما نريدهم يدخلون بعد ويانا. هو عنده راتب انت راتبه مليون ونص ويجي يشتغل ويانا تاكسي يعني على اي اساس هذا؟ يعني وقته شلون يسمح هو مو يداوم ينزل ثلاث ايام اربع ايام ويجي يشتغل يعني حاله من حالنا بذن ثلاث ايام ما يروح يشوف اهله وناسه بيهن يجي يشتغل تاكسي ويانا. انتوا وين خطكم؟ احنا دجيل. دجيل. زين هذا الطريق ما دجيل شلون اليوم؟ والله تعبان. تعبان كله. والله ايش يحتاج خدمات يعني؟ والله هو غير التبليط يعني معانين حيل حيل معانين من عنده. والله. سياراتكم تتضرر يمكن بال. شيء اكيد تتضرر حيل. زين الحل بوجهة نظركم اكو سواق برا ياخذون عندكم ال. ايه برا تعال. اهل الخصوصي. ياخذون الصفر. من ساحة العروبة ياخذون. من الساحة. اي من ساحة العروبة بس هنا الهيئة عمان ما مقصرة يعني. جاء تراجع وجاء تشوفوا هاي وما مقصره الهيئه وياهم. والله يعني تلقونه يقصوا له وصل ما مقصره الهيئه. بس انتم ملتزمين هنا. اي التزام موجود. طيب شكرا شكرا لكم. راح نبقى مستمرين في مع مجموعه من السواق. نعم. هنا عندنا هاي الكوسترات. نعم. يقولون مال العتبه. نعم. هي لا عتبه ولا شيء يعني قبل يجي قبط حاله من حالي واحنا مقطع رزقنا هنا. هاي وين تروح الكوسترات؟ الكوسترات يفتر هنا على ساحه العروبه. اي استاذ يعني تحكي وياهم هاي ما يفيد يعني. زين بس فهمنا يعني فهمنا شنو موضوعها هذه يعني ايش تشتغل يعني استاذ قاطع رزقنا يقول لك مال عتبه داخل بغداد تشتغل؟ اي نعم انا هنا داخل الكاظميه يعني هو قطع رزقنا منا يجي يقبض لساحه العروبه. اي حاكي يقول لك مال العتبه يعني الحاله المواطن صار ما يقدر يدخل الدار. اها والنوب شو يسوي استاذ؟ يوقف هنا بالعروبه نوب يقبط وين للبوابه يعني عبره هنا ما يوصل. تحاكي الشرطه تحاكي هاي نفس الشيء يعني عددها هواي سيارات عدد هواي نعم باقي جراجل هناك هو جراجل يم المختصر. اها زين هذول شنو الفرق يعني انه الفرقهم عنكم شنو يعني شنو الحركه ما تجي للجراج العالم ما تجي من العروبه تخبط من هناك وتطلع يعني ما حد يجي لنا الجراج هسه فارق مع الجراج كل شيء ماله يعني هاي شلت الحركه مال الجراج ما حد يوصل بس كوسترات هذه بس الكوسترات بس كوسترات يعني عندنا احنا سيارات هنا يشتغلون بالداخل خطوطهم لي وين بالضبط؟ احنا تاج وسبع البور ابو عظام الكوسترات هم نفس الخطوط؟ هو يوديه البوابه ومن هناك يصعد من هناك يصعد بعد استاذ ما حد يوصلنا اللي جاي الجراج فارغ هسه ما حد يجي جاي ولا حد يوصل احنا نلاحظ انه فعلا الجراج يعني مو اي فارغ الجراج يعني كل يصعد من العروبه اكثر العام يصعد من العروبه احنا هسه تاجي ابو عظام الشعله كلها ما حد يجينا رجال ما حد يوصل حتى اذا قال لافته هناك ما حد يوصل 500 من هناك و500 اروح هيك هيك حاسب السبع البور هسه قام يصعد منها ب 500 ومن هناك بلف يوصل لا قبل ما يقبض السياره غياب المركزيه للجراجات ما يدل يعني انه هاي الناس متضرره متضرره منين يعني هنا تلاحظ بلد سبع البور كذا هناك حله كربله نجف يعني الوزاره صار 12 لازم تتجه الى اولا خليه يشوفون الجراج الموحد اللي سووه بالنهضه جراج نموذجي وانسيابيه هنا بتدخل بها عوامل كثيره الداخليه والنقل النقل هسه واحد سيله يقول لك انا ما عندي ثقه لو النقل ما يقدر يحاسب البرة او حتى لو يحاسب البرة فهو متفق ويا النقل يعني اكو اتفاق مبدئي يعني ما يعني هاي الناس هيك يعني هسه تشوف لك سيارات كم سياره تطلع عندك؟ احنا نطلع 30 سياره هسه ما جا طلع 15 ما تطلع ايش قد الوقت ويجيك السرة يعني؟ احنا نطب السبعه نطلع بالثنتين بالوحده استاذ كنا ناخذ دربين
هسه ماكو درب واحد وتروح تلف راسك وتنام يم اهلك. من الصبح للاربعة العصر. ريوقك غداك شو مغالك؟ ما مغالك شيء. ما استفاد. على الجبايات اللي تصير. انت كم جباية تدفع هنا وبرا؟ مو؟ لا بس هناك يم العرب. بس هناك. اي يم العرب. انت اليوم شنو اللي تقترحه حتى يتنبه هذا الموضوع؟ حتى تجي الحركة العالم تجي هنا الجراج تشتغل. لان هاي هنما الدولة وجاي بيع نسب الناس تقسم الناس. تعال يقول لك روح بنت كذي يسوي سو عقاب اللي الخارج هذا ويصير عقاب هناك كله تجي في الجراج. إيه حتى تقول لا فتحنا هناك ما حد جاي يوصلنا. طلعنا مظاهرات وطلعنا هاي هم نفس الشيء. ماكو فايدة نهائية. يعني أكثر عندنا سواق عالم عارف السيارات وراح تأله قتلت جوع ما حد يشتغل بطلوا من الشغل. إيه ماكو يعني 10,000 تاج بلو. إحنا بالنسبة إحنا التاكسيات إحنا أجرتنا أصلاً هي قليلة. نبغى خلينا هذا المنيفيس. هذا المنيفيس 1000 دينار زين جباية الجراج 1500 هاي 2500 يعني كل كرة سيارة يلا 20,000 دينار رايحين للديجيل يعني حوالي 55 كيلو يعني تبقى من الكر كل درب انت تدفع اي لازم ادفع اي كل درب يعني هاي بلس الجرازية 1000 دينار 1500 ماكو هذا ال1000 شنو اللي يخلونا ما اعرف لا بيقول لك منيفيس هاي بين المحافظات هسه احنا رايحين كلها 55 كيلو يعني جميع التاكسيات خط بلد مسامرة يعني حتى الكربلاء والنجم هذه الرسوم يعني هذه الرسوم هي للتنظيم يعني احنا داخل العراق انا مطالع خارج العراق حتى دا ياخذ عليه من نفس او انه رايح له غير دولة انا وين رايح انا نفس المحافظة يعني نفس البلد مالتي شنو هذا الالف دينار يقول لي هذا مال تنقل بين المحافظات شنو بين المحافظات انا وين رايح رايح للخارج زين زين شنو اللي الكروة مالتنا حتى يعني انتوا للديجيل يعني حاليا كم سيارة واقفة تنتظر؟ هواية 25 سيارة هواية هواية احنا خط كفرع عم بين 150 سيارة زين هسه انت اليوم شو وقت تجيك السيارة؟ انا هسه جيت من الصبح زين اذا لحقني من ورا صلاة الظهر للوحدة الاثنتين يلا يلحقني يعني انا اروح واجي دربي كل 40,000 دينار هسه اذا اريد احسب الكيا ما يصفى لي كله من عنده يمكن 22,000 دينار من هناك هم تدفع بدي جيل نفس الشيء نفس الشيء ويجيك السرالة وشنو هناك هم نفس الشيء هم نفس النظام هناك مبيت اعتياد لازم من وقت تجي حتى تلحق ترجع مرات لا ترجع فارغ اي هذا محمد روجي بالنسبه هسه الجراج انتهينا منه استاذ بالنسبه الطريق الشارع يعني مال التاجر اي والله التاجر دمرنا استاذ يعني جابه وحفر بي حفر مسافة وخلاه والنوب رد حفر مسافة وخلاه يعني لا يبلطها لا يرجع لا اللي عافى على وضعيته القديمة جاء حفره هذا طريق التاجي هذا طريق التاجي منك من يم عسكر التاجي باب الأول مكتوب مديوس هذا مال تريلات جين هو عنده مونيكا لا طس لا طخ لا هاي واحنا عندنا هالكيادة يوميا بدلين صدر يعني والله بزعونا بالقرار هو شغل تعبان يعني هذه معاناة الناس هنا واللي احنا دائما يعني نبحث عنها فاليوم وجودنا من بلا عنوان في هذا المكان حتى نسمع آراء الناس ونسمع معاناتهم بس احنا خط كربلة الخميس ذاك طلعت اليوم خميس طلعت اطلع يلا يجيك السرخ اسبوع الخميس ذاك طلعت وهسه راح اطلع اليوم والطريق بالرجعة هاي تك مو درب يعني اروح وارجع اروح وارجع فارغ زين هو جراج جنوبي مو بالعلاوي لا هو كل بغداد بيها وايد جراجات بياع العلاوي وهنا احنا هسه كل اسبوع نطلع درب كل اسبوع درب نطلع مو درب تك روحه بس اي جي كل بالحصوه اولها هي واقف ابو الاسكندريه واقف ابو المسيب واقف غرامات كل مره نجي ندفع غرامات يا اللي سجلها علينا ما نعرف غرامات بالمرور يعني؟ لا مال الهيئة. الهيئة. تمشي أنت تمشي بالشارع سجل عليك. هسا أكثر أرقام نحن ماسحينهم. الورا ماسح. الرقم سيارته أنا هسا ماسح. يعني منجي إذا ما حصل له غرامة أبو سيد. قد هاي قيمة الغرامة؟ ها 20. وإذا يقصي وياك يسويها يضعفها لك 3 مرات. هو تجي تدفع بحث هنا تلقى الغرامة غصبا عليك تدفعها. طيب إذا أحد عنده شيء تفضل. أستاذ السلام عليكم. هذا المدخل مال الجراج.
يعني هذا هسه بس مطر الدنيا بعد ما حد يقدر يمشي فيه. نعم هذا مدخل مدخل. نعم دخلنا فيه هذا انا توقعت هذا طريق يعني ثاني بس هو هذا الرئيسي؟ هو هذا الرئيسي المدخل مال القلعه. نعم. يعني هسه هذا اذا تمطر الدنيا يعني مرات الهيئه يقوم يسحبون بالمطارات مال يعني من نقدر نعبر؟ سبيس حتى ما مبلغ ماكو هو هاي الباب مال القلعه ما تقدر تعبر حتى العبري ما يقدر يطلع. بس يعني مو بس هذا حتى التاجي. يعني التاجي هسه احنا كروتنا 40,000 دينار نروح ونجي الله وكيلك نخسرها بس تايرات وصدر الله شاهد. يعني احنا 40,000 دينار نطلع بها من هنا ترجع من هنا 60 كيلو تقريبا كلها نقر طسات يعني طسه تطب بها السياره تقعد تقعد. وهذا هسه هو نفس الشيء هم هذا المدخل مال القراج. هاي طريق التاجي اللي نزل العبريه مالته الله يعبر سيارته. اي والله. طريق التاجي كلش تعبان. فردنا والله العظيم مبلغنا. وانت تشوف هاي الحركه تعبانه هنا. يعني هم عبريه ماكو هم تروح سيارتك توقع من الصدر مالتها. والله يوميا بدل الصدر. يعني احنا نتمنى هاي الملاحظات اللي يتحدث بها المواطن يعني اليوم هو اللي عايش بهذا الوضع. فاي مسؤول يسمع اليوم يعني مهم جدا انه يكون على اطلاع بهذه المشاكل. يعني طريق التاجي في مشكله يعني باكر عقبه تسبب حوادث يمكن بعدين نقول ليش يعني. فهاي الناس تتضرر من هذا الطريق في مشكله في موضوع التبليط. يعني احنا شايفين ومارين بهذا الشارع دايس من التريلات وماكو اي صيانه له ولا اي تبليط جديد مثلا. حجي بالنسبه احنا جاي منا يصير ازدحام بالبوابه. نعم. حاطين كوسترات الكوستره تقبط ابو الكيه ممنوع يشيل بس يشيل راسا قصوا له وصل. حاطين الكوسترات ياخذ ب 500 وابو الكيه ياخذ ربع دينار. يعني المواطن يستفاد بربع بس من يوقف راسا ابو الهيئه يدق له غرامه ابو المرور يدق له غرامه ابو المغاوير واقف ما يخليه. فيها فائده فيها فائده. تفيد ابو الكيه هم حاطين كوسترات تنقل على 500. بس انت يعزل الجراج استاذ بس انت يعزل الجراج. الجراج يعزله من وقت. بس انت يعزل الجراج. جراج شمالي. ماكو العروبه تشتغل، كوسترات تشتغل، كلها تشتغل، وزير النقل وين نايم ما نعرف. ياخذ جبايه، ياخذ جبايه، وياخذ وصل، وياخذ بعد. واحنا طابقين من 6 الصبح نطلع من 5 العصر. يعني انتم بالحاله تريدون انه الجراج يبقى اكثر فاتح له شلون بعد؟ شو سيارات جات تشتغل وين سيارات تشتغل؟ ساحه العروبه تلغي، وين الدوله؟ وين وزير النقل؟ استاذ ايرادات هوايه. عم ما يصير. هسه احنا ما نسولف على عدن، نسولف على العروبه، نسولف على الكوسترات هاي جابوها، بيوم وليله انفتح الكوسترات. المهم يا اهل يا اخي من نعرف. اي والله ما حد. وزير النقل وين؟ مدير الجراج وين؟ نريد نعرف، غير نعرف. يا اخي بالنسبه لطريق التاجي ترى حلول الترقيعيه ما تفيده بعد رحم الله والديك. لان مالي حفر من هنا ما تفيده بعد لان الطريق رايح منتهي. اكون هسه تاخذ كامرتك وتروح تشوف. كفيلك الله ماكو طريق خلاص. الرصيف تمشي بالتراب وماكو احسن من الشارع والتراب اللي هنا محفر. كل حفر عقد مو بس يعني طريق عام هذا يربط من بغداد شارع مهم. هذا شارع مخرج بغداد. اقول لك عده ساحه عدن خط هو التاجي والكاظمية بس هنا غير مفتوحة صارت حتى التاجي سبع البور بشاهدة. يعني ماك ولا كأنه ما هي ولا موجودة حكومة ولا بالمسارات مثلا حاشي سايق يقص الوصيل سايق هاني يقص الوصيل وعلى حاشي يصير عصابة عليك يبعوك خلاص بعد المانع أو يشيلونك ما تدري وين مني حاشيك ما تعرف الموقف هناك الشرطة ضدك أبو الجيش نفس الحالة كلهم نفس الحالة ضدك. يعني احنا بس الفلاية تجينا هنا بالتاجي يعني التاجي هنا منتهي. التاجي خط صار 5 خطوط هسه صار خطين هسه هنا بس خطين كل من يجي خلنا خطين خطين وخلونا خطين ما كنا نظام حتى هنا بالقراج قراج كله بس قفايض تنطر الدنيا ما يصير لي جاي يعني الله ما يقبلها. زين هسه معناتها عندكم ساحه عدن وساحه العروبه؟ الدولين دمار. قراجات هواي استاذ بس العدن وهاي هواي قراجات. بالعلاوس يحتاجي بالعلاوس يحتاجي تاجي مشاهده. والمرور وياها. او بالمرور موقف بالدراجه حد العبريه. انا اقف قبل قصه وصل عدن. المرور يلقون الكيات هاك هاك مالاتك ليه قدام يعني ياكلها. انا قص الناس هم جماعته لا. خلاص بس دن العصابه اللي اله هو اللي حافظها قدام العالم اطلع اطلع بس كذب هو هو واقف يخطط ويطلع اوتوماتيكيا اللي يجي منا كم السنه اللي دافع جبايه واللي عليه وصل وكل السيارات اللي هناك كل السيارات اللي هناك مطلوبات عدد قراج من الله للدوله قراج خادم السكه
ما نعرفه ما منه، وقال جالس كم واقفين من المرور، يعني ما معقوله يعني ما احد المواطنين هنا يتحدث انه المرور هو يعني كان متعاون مع بقيه السواق، فهي بعد مديريه المرور العامه يعني اتمنى انه يتابعون هذا الموضوع. يعني بالمرور ما اقف انا قلت له وصل، هو ما قلت له وصل بس اقف، قلت له وصل قلت له 20 بالنسبه ل 40. المشكله الاولى تدري ليش؟ لان ابو الكهرباء يحفر يدفنها بكرك، وش حكي؟ ابو المجال يحفر باقي الشوارع على وضعها، والقران يحفر بكرك، بعيني شفته بكرك جاي عدل بالشارع، يعني شارع عام دولي، هذا دولي يربط بالموصل جاي تعدله بكرك. هاي العالم وضع لها السواق استاذي، هاي العالم مو كل السواق هم تشتغل، ومطاردين من قبل الدوله من قبل كل العالم مطاردين، فاحنا ما يصير لنا كل حد غير نريد النحل، لازم نريد النحل. احنا اليوم جايين ننقل صوتكم، يحفرون ويدفنون بكرك هذول المواطنين ذول. ايه هذول الفقر، الناس الكسبه، الناس الكسبه يحفرون ويتعبون وما حد راضى عليها. ايه وانتم تشوفون هذول، شوفون محل لازم تشوفون والله من الصبح للليل، ارجع لنا باقين يعني هم سواق قطيع عد العالم، يعني مو كذا سواق، يعني سواق انا هم سايق عد الدولة بس مو كذا سواق عد العالم، عد العالم يا هذول الكسرات قاعد هذول مال دائرة حكومية قاعد يشيلون نفرات، وذول الاهالي يقدر طردوهم طردوا وراهم المرور، هذول صعب الحوائل هواية، مو تقول واحد اثنين 100 سيارة من 200 سيارة، ذول وين يروحون عمي؟ وذولاك منك محاربيهم مشتركين فيهم جماعة ضباط وقضاء وشنو يعني؟ فرودية صارت عمي شلون؟ وهذا العلم وين تروح؟ يعني ذولاك يشتغلون هاي العلم قاعد الحرم تك واحد يروح ساعة يجيب ساعة بالثنتين يجي يطب الجراج عمي الله يقبلها محمد بالثنتين بالليل ويخلص ساعة بالأربعة العصر شنو؟ تك واحد 8000 فيها وين من يطيح 8؟ المن مصرف البيتها جهاله، المن سيارته يحتاج لها للنقابه، نقابه يوم يوم الف انت قد وبالسنه ياخذون من عندك 35، يعني هاي مو فلوس، منين يجيب هذا الرجال؟ تتكلم عليه في سنه سنتين منين يطيح؟ يروح لدار ب 8000 المن يطيح للبنزين، المن للمصرف لعائلته، وين يروح؟ وين العالم وين تروح؟ ليس لكم فتح حال سوون حال ان شاء الله المسؤول يسمعك من وزاره النقل. ايضا يعني هذه وزير النقل يعني شنو وزير النقل قاعد هناك وهذا يجي طلع يعني هاي المشكلات هاي المشكلات اللي احنا هنا حتى نسمعها ونطلع عليها وحتى نوصلها الى المسؤول. خليكم ويانا مستمرين في هذه الحلقه من اذا وزير النقل ما يقدر يروح دز مندوب من داره مندوب يطلع خليكم ويانا خليكم ويانا يا خالي اي والله عندنا مشكله وقمنا نبات عدتك هسه اذا غبط ابو ساره راح يطلع يدي السياره هنا تك بقول حصله تك بقول حصله عافي جهاننا عافي نسواننا وسواق بينا ودي قبطوا منا وشات العروبه احنا باقي بالجراج نايمين وهي 20 بنزين ريوق غدا عشاء شو راعيها وتك واحد زين شلون تنحل هاي المشكله؟ أنا أقول لك شو تنحل المشكلة هاي ساعة العروبة ساعة العروبة هذول قبطوا منها منعوهم إحنا قبط هنا على حب الله ما نبات هنا بالقراج صعبة شنو محافظات إحنا هاي سبع البورية زين لقب العروبة والهيئة خلف الله عليهم من ناخذ تكية خير من الله هسه رجعن كوستراز رجعن كمية قبط سيارات تاكسيات أنا خط الرحمانية خط الرحمانية وقع بدنوب لأن قام يقبطون من تحت العروبة من هنا وانتهى الخط من هنا الجراج قام ما يجينا خط خط كله من هناك يعني ما يجون الجراج ما يجون الجراج يعني يستعدون من العروبة يستعدون من خط من هناك يعني هنا خطنا هذا خط الرحمانية قلبنا على الوسطاني لأنه ما انتهى الخط إيه يعني الرحمانية داخل داخل مو خارج إحنا داخل هي خطوط يعني ما كنت خط الرحمانية انسحق كلها تدري فيها خط الرحمانية انسحق لأنه من العروبة من أنا قاعد يخطو وهو يبعلم كلهم علم حبيبي يعني هذه هاي مشاكل يعني يمكن حلها يعني حلها ممكن يكون مع إدارة النقل الخاص موضوع أيضا القوات الأمنية أيضا تشترك فيها يعني أكو خطوط بتتحرك من مناطق خارج الجراج حسب ما يتحدثون ساحة عدن ساحة العروبة هذه مهم عليها المتابعة يعني حتى يكون الأمر منظم
حتى تكون عندكم سلطة، هيئة النقل الخاص حتى تكون عندكم سلطة هنا في هذا الجراج وتطبقون القوانين. لازم تنتهي هذه الساحات حسب ما يقولون. عمي عندنا هذا جراج يسموه جراج سيد محمد، جراج شمالي، وهذاك جراج جنوبي. ذاك الجراج الجنوبي ما بي ولا سيارة، كلها حال ما بلت تسخد شباكة. احنا بكربلة هنا، ابو النجف هنا، ليه ما يودوه لذاك الجراج؟ احنا نسخف الزخم علينا، يعني هسه احنا ما ناس فوق ناس. ذاك الجراج مغلق ولا شنو؟ تقف سيارة سيارتين ماكو، كلها شباكة عشر برا يشتغلوا، لان ما يشتغل احسن ما يقف طب الجراج. احنا ليه لو يشيلون من عندنا الزخم هناك، وذولاك ما يطبوا بالجراج. ما يطبوا الجراج يقصون بطولات يطلعوهم من الجراج. شفت الناس ذا الطب يعني اكو سيارات هنا تقبط منها. ما عندنا اي، بس داخل الجراج ما بيلوح اروح حديث، تقدر بس اربع سيارات خمس سيارات، يعني ما بقى هذا. واحنا هنا زخم ناس تبوك سيارة حلقة، يعني هسه انا استعدي خطيت كنا خمس خطوط، خمس خطوط الشعلة خذت خطين، ابو العظام خذت خطين، ايش قصة ظلينا؟ ظلينا خطين احنا، يعني هسه سيارات برا مقدوحة. لا ابو على العام ما نحكي، على العام هو العروبه حكيت عليه هاني، بس على العام الجراجات انا احكي له. شنو رايك بالموظف اللي عنده خمس سيارات؟ موظف دوله ويتقاضى راتب من الدوله عنده خمس سيارات، طابق حاله حالي هاي الفقير اللي ما عنده كل شيء. ها شنو رايك بيها؟ من يتحمل مسؤوليه؟ هو جاي يخبط هناك برا. هذا الموظف يعني مو بس هنا عاط بيها سواق غير؟ لا والله بيده بيده يسوق بيده ويطلع من ناوين من عدل للتاجي، من عدل سبع البور، من عدل للشعله، وجاي يقبض راتبه يتقاضى من الدوله وهو وياه حاله حالي. هذا الفقير شعله 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 هذا الخط الداخلي اكو ناس تركب منه من الجراج وكلها من الامور كلها ساحه العروبه. زين عندك عندك الكوسترات، كوسترات عندك هنا بالبوابه. زين تابع على الدوله ليش هيكي؟ زين تابع على الدوله يعني ارقامها لو شنو؟ هي ارقام مال دوله، تعال تقدر تشوفها براس الشارع. هاي الكوسترات محاربتنا. زين عندك العروبه محاربتنا، كلها محاربتنا. المرور ياخذ لك كارتات، كلهم يعطون كارتات وما يحاكوهم. اي يلا يلا يلا، واحنا تعال تفضل، عندي بحث، عندي خاط، عندي هاي الدوله هنا تريد ما تعرف. احنا من هاي ملينا ملينا والله ملينا. زين شنو هذا يعني؟ لما تحكي لما تحكي يعني ماكو مسؤول يجي هنا مشكلة الجراجات. ليش احنا بدنا نتواجد؟ يعني احنا كنا متوقعين انه انحلت، يعني انحلت من البارحة لليوم، من البارحة بثمانية بالليل لحد الان. وين خطك تاجي؟ ما اخذ دربين قوة للسبعة بالليل، ما اخذ الثاني ابيت. اي بالله العظيم ماكو شيء حل يسوون. هاي كوسترات هاي للعروبه يذبون البوابه وتروح العبريه كلها. يعني ما هذا جراج ثاني، يعني ما حد يعالج. هاي يم العروبه وراحه وعالجوه نفس الحاله، وساحه عدن هاي ما لها حل نهائيا. هوش هذا الجراج من المستشفى لي وين يطلع؟ هو نفس الشيء، هم يقبطون تاجي شعله وين مكان، هم يقبط تاجي وشعله ونفس الحاله وما حد معالج. هي مشكلتنا احنا شنو؟ احنا هسه حاليا داخل الكاظميه، مشكلتنا اللي يم المستشفى يقبطون براحتهم مسوي لهم جراج، ومشكلتنا ساحه العروبه والكوسترات. هاي الكوسترات اللي جابتها الدوله هي جابتها وحطتها، بالعكس قطعوا ورزقنا. احنا هسه بدنا ننطل الدوله، احنا الدوله تاخذ من عندنا 5% مال انطلاقيه مننا، ما عدا انه علينا بحوث وعلينا وصل خاط، هاي كلها علينا، وما عدا علينا ايضا شو اسمه ضريبه. خوش زين احنا بدنا ندفع للدوله ضريبه. شنو الضريبه؟ ايش قد ضريبه على كل سياره ونوعها وموديلها؟ هاي سنويه. سنويه اي للضريبه. خوش زين احنا سوولنا حل، احنا اللي بدنا نشتغل بالجراج. بالعكس احنا بدنا ننطي دخل للدوله اكثر من اي سياره اخرى، وملتزمين وعندنا خطوط وكلها عدا بحوث وخطوط وشفافات. لكن ذولاك دا يتجاوزون، يعني ذولاك اساسا متجاوزين، ما من حقه يوقف باب المستشفى وصيح تاجي وصيح شعله. هذا جراج موجود، قبل كانت العبريه كلها تجي، يعني حتى اللي يجي منها كم يجوز حصل له 2000 3 من يجي منها ويوصل لهنا. ليش شو اختلف عن قبل؟ قلت لك سيارات قامت بكيفها من يوم ما يجي قبض. ماكو محاسبه، ماكو ما حد يحاسبهم. هاي ساحه العروبه. وثانيا مساله الكوسترات، يعني الدوله من جابت كوسترات وخلتها، هي الدوله محتاجه كوسترات تشغلها؟ يعني هو هذا جراج موتوهم بهاي الكوسترات مالتهم. قام الشخص يقول لك ليش اجي هنا؟ قال لك ليش اجي هنا اصعد منه اروح هاي الكوستر اوصل بسرعه اسرع. يعني يتعاجز سريع. يتعاجز يمكن يطب الجراج مو يقول لك اني بسرعه اوصل اريح لي يعني. احنا عندنا هاي ساحه العروبه اشتكينا ولا بالمليون مره، حتى مدير يعني وين تكون الشكوى مالكم؟ اشتكينا بالهيئه مال الشالشي، اشتكينا عند مدير الهيئه مال الجراج، اشتكينا عند مدير الجراج، سوينا اضراب مرتين ثلاث مرات، سدينا الجراج عده مرات، ما سوينا شاره. يعني كانما احنا مو بشر بالجراج.
الله وكيلك. رحنا بشرطه الاتحاد نقول عمي يا ابو شرطه الاتحاد يا مروتك ساعدنا هنا. ابو شرطه الاتحاد ما يساعدك، تجي مدير الهيئه يجيك من هناك شو يصير مدير الهيئه؟ يحطونه بالهيئه بال ساحه العروبه يهددونه، يعني ما يقدر يسوي شيء. شو يسوي الهيئه هناك؟ يعني تقول كانما عصابه موجوده بساحه العروبه اذا تشتغل تاخذ خاوات غصبا علينا. ساحه عدن، باب الجراج، المستشفى. زين يروح مدير الجراج من هنا على هذا يوقف من السكه قطار يقول يابا هذا جراج موجود، يهدد مدير جراج. مدير جراج لا حول ولا قوه، ماكو دوله سانته، ماكو دوله سانته. زين تروح انت ساحه تعارك وياهم ما بيك فايده، شو تسوي لهم؟ وعددهم اكثر منكم؟ لو عددهم قليل بس هم عباره عن زمره من العصابات عمي، زمره عصابات موجوده. يعني اقصد انا ليش سالت انه اقل، انه مثلا اذا سياره سيارتين قبضت وراحت يضطر المواطن يجي لهنا مو لو ما يفيدك، ما يفيدك. يعني انا مدير جراج سيد حسين يطلع بس بساحه العروبه لهنا، يطلع بساحه العروبه لهنا، الله وكيلك بتولي مدق وصولات وما يفيد يوم. كان محمد العيب مدير هيئه هنا نفس العمليه، حتى لو تعجل السيارة مالته أخي، حتى لو ناس بالأحزاب باصة بالأحزاب إذا تروح بالأحزاب تطلع سيارتها غصبا عن الرضا والمرضى، يعني مو بيدك هي. إحنا كسواق خط الشعر لبيت هذا بالشعلة واللي بيته بكاظمية واللي بيته بالحرية، هاي هنا ثقب محمد نبات على الجراج، نبات هنا نعوف عوائلنا، نبات هنا على 12,000 دينار روح لهن، بدل ما آخذ درب بجوز آخذ درب أنا أقول لها 20,000 دينار حطيتها بجيبي. ده توصلك الفكره؟ ثقب محمد هسه هذا هذا بايت، 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 ظلت ستة بايتين. نعم. ده توصلك الفكره؟ نعم. زين هذا شو يوصل للسره؟ هو ده نقول احنا هذا اللي يعني ما اعرف هذا يحتاج 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 ترتيب تنظيم. مو هي اخي اخي احنا هسه حاليا لاكو دوله لاكو دوله تلزم هذا الموضوع. وتنظم ساحه العروبه، تنظم الشارع مالت، الله وكيلك ما ظل اي مشاكل. هسه من ساحه العروبه جاي قطعه. اي كل شغله توقف كيه مو من جماعتهم يطلعوها، لو يقصوا له وصل لو ياخذون سنه ويقوموا يغلطون على العالم. بس من جماعتهم يخلونه، قبطوا هذا براحته، بس انت من يوم تفوت من هناك تروح ما يخلونك، ما يصير هيك. هي الخلل. والله العظيم ما يصير هيك. الخلل، الخلل الموجود هسه حاليا بساحه العروبه وبكل الشارع هذا، الخلل مرور الشرطه الاتحاديه. الاتحاديه. مرور شرطة اتحادية هم الماسكين. اي نعم هم الماسكين المكان. الخلل الاول الرئيسي مرور شرطة اتحادية. انت ابو المرور يقف قبالك هنا، يقف قدامك هنا، وده صح شعله وصح تاجي وصح بياع وصح بغير مكان، ما اقدر اقص اوصل هو قاطع الشارع والزحام واصل من ساحة العرب واصل ما ادري وين. زين انت بالشرطة الاتحادية ابو مقر مو لازم موقع هنا؟ مو عتبة مقدسة قبالك يا هاي؟ مو هاي ناس من كل مكان تجي تزورها؟ تعاون يعني لازم يكون تعاون. هذا اتحدى واحد يروح للنجف، للنجف هاي النجف مو محافظة عراقية لو كربلاء، يقف بنص الشارع يقبض، اتحدى من اي سائق من ذول السواق. لا هناك منظم الامور اكثر. نظام، روح للحله، اقف بالجراج فينك اذا قبضت مرور والشرطه الاتحاديه موجودين. ابو الهيئه ما له شغله يقول لك انا عندي جراج، انظمك بالجراج، مسؤوليتك بحثك، وصل خطك، معاملتك، امشيك اياها. بس اطلع لك من الشارع يقول لك انا متهدد، وفعلا هددوا قدامي. ابو احمد كان ويا سيد حسين هددوا قدامي. وقفنا اني والزلمه ويانا وقفنا له وقفه قلنا عمي والله العظيم اللي بديد عليه من الام لنفسه هنا تهدد، يعني تهديد علني. مشكله هاي، مشكله هاي فعلا. راح نشوف المفارز اذا موجوده حتى يعني نشوف يعني عملهم، وهل اكو نتيجه انه وجودهم اليوم يتواجدون بالشارع حتى ينظمون هذه العمليه، ساحة العروبة وكذلك ساحة عدن وجراج جنب المستشفى. هذه هي اللي يتحدث بها المواطن انه او السائق هنا انه عليها اشكالات دائما ودا تاخذ من رزقهم حسب ما دا يقولون. السرة حاليا حسب ما شفنا هذا يعني جدول مسوين به 66 سيارة، أربعة فقط من عندها طالعة. هذه بالنسبة لهم تعتبر يعني تأخير ووقت إضافي وربما مبيت، يبات يوم أو يومين حتى يجي السرة. خليكم ويانا، خلينا مستمرين في جراج سيد محمد اللي هو في الكاظمية. نعم من داخل جراج الكاظمية وصلنا إلى السيد مسؤول أو مدير الجراج، راح يعرفنا بحضرته. السلام عليكم. عليكم السلام. حسين ابو رقيه مسؤول جراج سيد محمد. طيب اليوم شفنا هوايه من الملاحظات عند السواق وسمعناها،
يعني نريد نفهم مثلا انه موضوع سياحه العروبه واكو مناطق اخرى ايضا بها يعني تمام بلي اكو سيارات تطلع بدون ما تنضم الى الجراج والى اداره لا عندنا بالنسبه لسياحه العروبه كوسترات كانت تابعه لنقل المسافرين نعم اي هسه خلص العقد مالتها من المتعهد بالنسبه للكوسترات القوه الماسكه هي الاتحاديه الشرطه الاتحاديه ماكو تعاون بيننا وبين الشرطه الاتحاديه ولا تعاون تنسيق بين 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 الهيئه والمرور بالنسبه لساحه العروبه اما بالنسبه للسيارات يقولون كيات او التاكسيات انا كلهن قاصلهن مخالفات تعرضنا اكثر من مره تهديد بالنسبه واجبنا احنا كموظفين اي وهاي بالنسبه لهذني الكشوفات والتقارير هاي بالنسبه كربلة كاظمية كربلة هذا شنو هاي المخالفات اي 512 هذا بساحة العروبة سيارة اي هاي بالنسبة للسيارة واحدة هاي بالنسبة لهماتين كاظمية تاجي هم 447 مخالفتها وهاي بالنسبة كربلة بغداد 5 ملايين وشوية بس مخالفات قصرها يعني انتو هذني السيارات وين كانت هاي سيارات مال بساحه العروبه اي ذني بالنسبه لساحه العروبه احنا بس بالنسبه لكم تتابعون اي تتابع هاي مخالفات 5 ملايين هاي السياره 5 ملايين شويه 5 ملايين و200 نعم هاي بالنسبه للسيارات هاي اما بالنسبه للتاكسيات هذني باع الكشف مالتنا هذني كلن ساحه العروبه كاظميه الاول نعم زين احنا بهالحاله الحل شنو لازم يكون يعني لازم اول شيء تعاون بين الهيئه والشرطه الاتحاديه لان يعني هي القوه الماسكه وبالنسبه للهيئه والمرور تعاون ماكو اي تعاون بالنسبه للمرور والشرطه الاتحاديه شبه معدوم تعاون نعم هاي بالنسبه للكاظميه شعله 944 هاي مخالفات باوع 944 هاي بدنا نقصلهن هاي هم كاظميه شعله 1,538 شوف بس المخالفات عليه مليون هذني سيارات اجره 1,380 بس مخالفاته اي كاظميه شعله يعني هذول يجون يدفعوهم الا ناخذ السنويه وش اسمه لان يطب منا كلك من شو اسمه من السيطرات لا ما عنده لا رقم لا سنويه انتم عندكم مفارز تعمل على هذا الموضوع يعني بلي عندنا مفارز بالبوابه وساحه العروبه طيب بالنسبه لهاي الكوسترات اللي تحدثوا عليها السواق عندكم انه تابعه للدوله ومثل اللي دا يشتغلون في مكان كان المفروض هم يعني اهل الجراج يشتغلون به يعني دا ياخذون عبريتهم مثل ما يقولون هذا حلها شلون هاي الكوسترات مو قلت لك بالنسبه لنا ما مسؤولين على الكوسترات نعم. تابعه للنقل المسافرين واخذها متعهد وخلص شو اسمه العقد مالته يعني انتم تقبط من الشارع انتم ما تقدرون مخاطباتكم شيء هذا الموضوع سوينا عده كتب نعم. حتى سحبنا باجات السراوك الباجات مالتهم سحبنا باجات من عندهم نعم. يعني عدة كتب سوينا كل جواب ماكو طلعوها فترة معينة وردت المن خاطبتوا بها نقل الوفود نقل الوفود والقوات الأمنية نعم خاطبناهم جيتين نعم هي على هذا الموضوع الكوسترات وبس ما التعاون لا ضعيف جدا نعم. يعني فترة مرت قبل 15 يوم ارتاحينا من الموضوع وقفوا العمل هسه بعد الحادث مال باب الشرجي لا رجعوا من جديد يشتغلون احنا ما تعرفنا على حضرتك محمد حسين مسؤول إدارة الشعبة الكاظمية نعم كإدارة هنا أنتم شنو تفرضون على السائق اللي يعمل ضمن الجراج اللي يعمل ضمن الجراج الضوابط اللي هو أولا هو عنده باج دخول خاص لكل سيارة تدخل عندنا ما يدخل للجراج إذا مو معرف وفق معلومات أمنية طبعا بالتعاون ويا الشرطة الاتحادية وتقدر تشوفها عندك قدام هنا بالحاسبة هاي أسماء كل السيارات كل الموظفين وأسماءهم وبالنسبة للباجات بالنسبة للسيارات كرسوم شنو ينفرض عليهم من يشتغلون داخل الجراج الرسوم وصل خط وبحث وصل خط بالنسبة للخطوط الخارجية مبلغ 55,000 والخطوط السنوي سنوي والسيارة الكوسترات الخطوط الداخلية 34 وهاي 5% سولفوا عليها 5% هي الجباية الرسمية من المبلغ الكلي للمركبة عند التحميل زين هم دا يعانون السواق انه السرة ما دا يوصلهم يعني كل واحد يجي يظل ساعات طويلة وبالنهاية ما يوصل للسرة اولا عدد السيارات ثانيا ضعف الحركة بعد الأوضاع كورونا يعني قبل سنة كانت الأوضاع زينة كانت عندهم حركة ما يشكون من هذا الموضوع
الان من صارت كورونا والظروف الامنيه اثر على حركه السابله والدخول والاجراءات الامنيه بالنسبه لمنطقه الكاظميه اللي خصوصيتها من يصير تشدد اكثر المركبات ما تدخل، يعني ياخذ ساعه ساعتين يلا يدخل، يقول لك انا هذا الوقت اللي اقضيه بالطريق هل ماذا اطلع برا اشتغل مناطق الشابك احسن لي. بعض السواق بصراحه خلوا اللوم عليكم كهيئه او كجراج انه انتم ما تنظمون الامور بالنسبه لهم، سواق دا يشتغلون برا هم هنا موجودين ما لا حول ولا قوه، فاجراءاتكم انتم اللي يريد اللي الرادعه للي دا يشتغلون خارج الجراج. احنا اجراءاتنا احنا شفنا هاي الغرامات مفارز يعني. نقص هاي الغرامات موجوده مفارز قياده مسؤول المرابلي والسيد حسين وبمعيه المتابعه مالته تعمل مناطق التجزئه بالبوابه ساحه عدن واضافه الى ساحه العروبه. بتعرف احنا ضعف التعاون من قبل المرور والقوات الامنيه احنا ما نقدر يعني واحدنا ما نقدر اذا مو ايد الوحده تقضي مستحيل تسوي محل اذا ما كنت عارف. نعم هذا تحدثنا به سابقا الموضوع يعني حتى سيد مدير المرور العام في وقتها ووجه نداء الى كل يعني قواطع المرور انه تتعاون مع الجراجات وخصوصا يعني هيئه النقل الخاص واداره النقل الخاص بانه يكون اكو تعاون بين المرور وهذه الجراجات ومدراء الجراجات حتى ينسقون العمل ويكون كله ضمن القانون وضمن الضوابط. لكن الظاهر انه كم يوم ورجعت الامور مثل ما هي. فتره التوجيه تصدر من المرور او من الجهات الامنيه يلتزمون بها لمده اسبوع واحد، بعدها يعوفوها. تنترك يظل الموظف مالتنا حاير وعده. يعني شنو الفرق اليوم؟ واحد من السواق حشالي انه في كربلاء في النجف في الحله اكو تضبيط اكثر، يعني انه ما ممكن هاي الخروقات. نعم احنا بنفسنا هاي حاله شايفين من نروح زياره الكربلاء النجف شوف تعاون المرور القوات الامنيه ويا النقل الخاص تعاون يعني ما له حدود، منتهي الحدود. هنا بغداد ليش ما نعرف؟ زين احنا يعني بصراحه الموضوع مهم هذا انه تكون يعني تعاون موجود. حسب ما فهمنا ان القوه الماسكه هنا بالكاظميه هي الشرطه الاتحاديه، ايضا مهم تعاونهم في هذه النقطه. راح نكون ايضا خارج الجراج حتى نتحدث مع المفارز اللي موجوده واللي تعمل حاليا في يعني ضبط الوضع وحتى يعني فرض المخالفات على السواق المخالفين. فخليكم ويانا راح ننتقل الى احد المفارز في بوابه الجراج هنا في مدينه الكاظميه. راح نتوجه الان الى يعني المفارز اللي هي ضمن عمل اداره النقل الخاص ساحه العروبه. ساحه العروبه هسه راح نروح. عندكم مفارز هناك؟ عندنا مفارز ساحه العروبه، راح نروح ساحه العروبه. وهاي ساحه العروبه هي اللي عليها الاشكال دائما يتواجد مشكله التجزئه هناك. سايق؟ السلام عليكم. سايق انا هنا. والله احنا اصحاب الجراج ما سيد محمد يعني متضررين فردنا زين ولا وائل عندنا وهاي يعني ما حتى عبريه ما جاي طب لنا مدمراتنا الكوسترات والتاكسيات لان ما لنا حق يشيل عبريه من برا ماخذين يعني رزقنا. والله العظيم هذا قرا سيد محمد فرد نوب متضرر يعني اصحاب عوائل وفرد نوب متضررين درب بعد نص صبح الليل ب 10,000 ما تعرف المن دور الهيئه اليوم هنا شنو؟ والله الهيئه متعاونه ويانا بس ما تعرف يمن الخليل ما تعرف زين ولا لا. بس احنا راح نطلع على هذا الموضوع راح نتحرك الى نروح لساحه العروبه. نعم اي انتم حاولتوا يمكن خلال الفترات اكثر من مره من صار التفجير مال نعم. باب الشرجي جن الكوسترات صار زخم بالسيطره مال البوابه. نعم ف بهالاثناء جن الكوسترات رجعوا مره ثانيه رجعت يعني. مره ثانيه نفس الحاله القديمه اللي يعني هذا اللي هالساده يعاني منه السائق داخل الجراج ما متعاونين. من قلت لك الشرطه الاتحاديه والمرور ما متعاونه اصلا ويا الهيئه. نعم يعني هي القوه الماسكه بالنسبه للشرطه الاتحاديه. فين باجر؟ فين باجر؟ فين باجر؟ باجر تشتغلات بس انت مو سايق. شنو انت؟ مراقب هناك. انت سايق؟ بس سايق رسمي لو شلون انت؟ استاذ العزيز باجك وين باجر؟ باجك وين؟ حتى مو من يثبت انت هسه على نقل المسافرين والوفود؟ من يثبت؟ من يقول؟ باج شنو؟ عقود دا تاخذ كروه من العبريه ولا لا؟ يعني ها ما صايره باجك اعطيني بس باجك اعطيني اعطينا باجك
يعني ما عندك باع عشان تشتغل. هم ما شفت هاي السياره حكوميه تقاويل ما مطلعينا هم بعدهم عشان تشتغل على اساس ما طلعونا ايش ما ادري بلغونا امر من يوم وطلعوا يعني استاذي لا باج لا هويه لا كتاب تخويف لا اي شيء شلون تشتغل بالشارع هم بلغونا وطلعوا اخويا من واحد يبلغك غير تعطي كتاب تخويل هم هاي يطلعون هاي الايام يطلعون لنا تخويل وعندهم امور ذاك اليوم هو سحبنا منكم وجيتوا للجراج صحيح صح لو لا صحيح. وبلغناكم لو لا يا اخي هم قطاع يا اخي من الكيات تحكي علينا ما لنا شغل وقالت ساحه العروبه وحجت ساحه العروبه وكلها واقعه بالهيئه النقل الخاص الله كفيلك بس الهيئه النقل الخاص واقعه بيها وانتم قطاعات شوسن هي غير همين للنقل وانتم نقل انتم بيناتكم حلوه احنا ما لنا شغل يعني احنا بيناتنا الحلها اي احنا ما لنا اعطيني كتاب يا استاذي كتاب عذاك عندنا مراقب تروح تراجع انت شنو سايق رسمي انت شنو انت علي انت مو سايق رسمي عشان السياره خليك موظف على الملك انت موظف موظف على الملك لو عقد المخول الثاني عقد انا انت عقد اي المخول الثاني مخول ثاني حتى هويه يعني معد مو مخول يعني ما ادري ايش اقول لك يعني هويه هويه ما دار عندك انت النقل انتم تعرفهم انتم بيناتكم يعني انتم من يقول هاي السياره ما مسروقه احنا شو ما عرفنا ما مسروقه ذاك مراقب عندنا وعندنا شهود شو تريد موجود لا غير عندنا مراقب هناك موظف لا ما يصير ما يصير هيك ما يصير يعني احنا نتأذى من وراكم الله شاهد نتأذى من وراكم هاي المشاكل ما ساحة العروبة كلها من وراكم لا كتاب ولا اي شيء يعني هاي المشكلة هاي المعاناة اللي هنا دي يحاولون الهيئة هنا بمفارزها انه تنظم الامور لكن الوضع صعب فعلا إذا هذه حلقتنا كانت من مدينة الكاظمية وتحديدا الآن احنا في ساحة العروبة وكذلك كنا في جراج السيد محمد واللي ينطلق إلى عدة محافظات شمالية يعني ومناطق شمال بغداد لذلك تحدثنا إلى المواطن تحدثنا أيضا إلى السواق وتعرفنا على معاناتهم وكذلك هيئة النقل الخاص وإدارة النقل الخاص أيضا كان لها رد لذلك كانت هذه الحلقة من الكاظمية انتظرونا في عنوان جديد من بلا عنوان إلى اللقاء.